When mommy has cooked in the kitchen and she has some food sprouts like the potatoes or the onions or the carrots, these are to be put into a bucket of something called recycling. I will show you how you put this back into the earth. بيفضلوا المسك، يعني مثلا اهلكم عم يفرموا مثلا عم يحشوا بقدونس، بندوره، خيار، هول فضلوا بدل ما يكبوهم بيحطوهم بكيس كلهم هيدا برافو. صحيح، بيصيروا مثل سماد، ماشي، بقوي الزرع، اوكي، بدل ما يكبوهم بالزباله، ماشي، بيجمعوهم هيدا كلهم بيحطوهم للتراب، ماشي، بيحطوهم مع التراب عشان يقوي الزرع، اوكي.